ديال الخدمه وكذا تدليلات ما نقدرش نرجع بكري باش نرجع في اخر النهار خصني نبات الليل حتى الغدا في الصباح نرجع ان شاء الله النيه دابا انا عمرات في الثلج هنا فيها الثلج اكثر من موريال كيفاش كنشوف كاين الثلج بزاف مناطق رائعه دابا يلا شادي يلا ما وصلش الربعه قبل القسم ولكن راه بدات دابا الجو ما مزيانش بصراحه يعني خاسر استغفر الله العظيم الجو انا صعيب ايوا يعني كطيح الشتا ماشي الثلج في الحقيقه راه الشتا اللي كطيح دابا راه كاينه واحد الحراره ما كاينش بزاف نشوف شحال كاينه في الحراره كاين واحد فوق الصفر كاين واحد فوق الصفر يعني هنا دابا كتولي القضيه معلكه كتكون كطيح الشتا ولا الثلج حوالي الصفر كتكون حوالي الصفر كتكون صعيبه كتولي تبغي طيح الثلج كيبغي طيح كطيح الشتا كملي كتولي داك الشتا يعني فيغ غلاسون داك الشتا يعني ديال الجليد كتولي غير ما قطره ديال الماء كتهبط غير كتقيس شي مساحه كتجمد والارض كتولي كتزلق الله يحفظ نطلب الله في السلامه والعافيه وهاد المنطقه تبارك الله هذه كيجي فيها التلاف كطيح فيها الثلج بزاف منطقه اللي كتكون متلجه بزاف كطيح فيها الثلج وكتكون فيها ظروف مناخيه صعيبه في فصل الثلوج تنسميهاش انا فصل الشتاء في الحقيقه اغلبيه الوقت يكون غير الثلج تبارك الله واحد المنظر دابا مع هاد الثلج والشجر ودابا حتى داك الشجر كيبان لك ابيض لي سابان عامر كله بالسابان الشجر هنا الغابه دابا هنا تيكونوا هنا الحيوانات في الليل كاريبو سميتو هذاك كيفاش كيسميو واحد كاريبو كيكون حتى داك نسيتها ماشي داك لو سير داير بحال لو سير ولكن ماشي لو سير علي حيوانات اللي كيقطعوا الطريق دابا كاين واحد المنطقه هنا اللي كاين دايرين فيها لا بارير وكاين واحد المنطقه ما فيهاش لا بارير فوالا يكون الله بالسلامه والعافيه دابا حاليا المنظر زوين زعما بصراحه ما كتبان محدد الضو مازال كيبان المنظر غزال ديال الثلج مع الشجر شي زوين
داك الاليات ديال الثلج، الاليه اللي قدامي لا ماشين اللي قدامي هنا هادي راه كتنقي الطريق من الثلج، هادو هما اللي كي تيمشيو تيحيدو الثلج من الطريق و تيطلقو الرمله باش كتبقى الطريق مفتوحه للكل. ماشي الحمد لله عليكم. هذا الشيء تبانوا شي مناظر اخرى ان شاء الله نصورها. تحياتي.